هل في فرق بين الأربن ديزاين والأربن بلاننج؟ هل المعماري محتاج يفهم أربن ديزاين؟ هل أنت محتاج تحط مشروع كبير بأربن ديزاين سكيل في البورتفوليو بتاعك؟ الأربن ديزاين في أغلب المشاريع الكبيرة للأسف الشديد لسه بيتبع أساليب وأفكار من القرن العشرين. فمثلاً فكرة الزونينج اللي طورت دلوقتي وبقت ميكس يوز ديفلوبمنت وبقى فيه متغيرات كتير لازم المهندس أو المخطط يلم بيها. وأفكار كتير زي سبارولين كونفنشنال انفراستراكشر توب داون بلاننج كونكريت جانجل اتغيرت وبقى فيه فكر جديد في العالم بيتجه أكتر ناحية تاكتيكال أوربانيزم سستينبل أوربانيزم سمارت سيتيز كمان ريزيليان سيتيز إيكو فريندلي سيتيز بوزيتيف ديزاين أند بايوفيليك ديزاين وغيرهم كتير من الأساليب والأفكار اللي هنتعلمها مع بعض ونقدم فكر جديد في الأوربان يقدر فعلا يحسن حياة الناس. وهنركز كمان على كيفية دمج المجتمع بمختلف فئاته في العملية التصميمية. هنحول تصميماتنا ديت من مجرد رسومات على ورق لمشاريع واقعية قابلة للاستدامة والاستمرارية. لذلك في الماستر كلاس ده هنتعرف على أحدث الأساليب اللي هتساعدك تميز في سوق العمل العمراني والمعماري وتساعدك تشتغل في مشاريع أكبر أو شركات أكبر. هنعمل مشروع كامل مع بعض يقوي البورتفوليو بتاعك ويكون تطبيق عملي على المنهج العلمي.